أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الأول للحكومة هو نظام صحي يشمل الجميع. جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه وزير الصحة أمام مجلس النواب عن خطة وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة. وقال وزير الصحة إن تفعيل التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات المقدمة في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس النواب مراسل النيل للأخبار محمود إسماعيل. محمود أهلا بك، وضعنا في التفاصيل وأنت تتابع وقائع جلسات مجلس النواب اليوم. نعم محمد، بعد التحية، منذ قليل فرغ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة من إلقاء بيانه حول السياسات وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة. كذلك تطرق الوزير وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إلى التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع الصحي، إلى جانب الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. إلى ذلك تحدث وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار كذلك عن الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقال ضمن مقال بعد انتهاء المرحلة الأولى انتهت من منظومة التأمين الصحي الشامل، وسوف يتم تعميم المرحلة الثانية في 5 محافظات بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه، وفي عام 2027 سوف يتم تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو 85% من المواطنين، وفي حلول عام 2030 سوف يتم تعميم منظومة التأمين الصحي على مختلف محافظات الجمهورية بواقع 100% بالنسبة للمواطنين. كذلك تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن وجود خطة وضعتها الوزارة لرصد المستشفيات التي مر عليها أكثر من 50 عاما لإعادة تطويرها وتأهيلها من جديد وتطويرها للحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك على الحفاظ على الشكل الحضاري للمنشآت الطبية. كذلك تحدث وزير الصحة عن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في علاج العديد الملايين من المواطنين، من بينها طبعا القضاء على فيروس سي. وكذلك تحدث عن قوائم الانتظار، وعن على الرغم من أن الدولة يعني توسعت في بناء العديد من المستشفيات خلال الفترة الماضية، إلا أن الوزير أشار أن الوزارة أو الدولة في أشكرك زميل محمود إسماعيل مراسل قناة النيل للأخبار على هذه المعلومات.